نحن مع تطوير العلاقات مع أي دولة تعلن انحيازها إلى المقاومة الفلسطينية. عدو مجرم لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا المفاوضات، لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة ولغة الحراب ولغة البندقية، حيث أنه يضرب كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط، واستطاعت المقاومة الفلسطينية أن تهزمه في قطاع غزة. لذا نحن طالبنا شعبنا في الضفة الغربية أن يعتمد الطريقة التي اعتمدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو تصعيد انتفاضة القدس وأيضا تصعيد العمليات البطولية ضد جنود العدو، جنود الصهاينة وضد والمستوطنين الصهاينة. بهذه الطريقة نستطيع أن نردع إجرام العدو وأن ننحره على الضفة الغربية، والقرارات ليست على قدر المستوى. بلا شك أن الفلسطينيين لن يقفوا متفرجين أمام هذه الجرائم الصهيونية، وسيأخذوا زمام المبادرة مواجهة هذا العدو الصهيوني بأيدي الاحتلال. يؤكد بأنه لن يخرج بقرارات فلسطينية مصيرية لمواجهة الجرائم الصهيونية ضد شعبنا. أيضا وجدنا أن هناك نية للرئيس محمود عباس للعودة إلى المفاوضات بحديث عن بدائل عن أمريكا التي أثبتت بأنها وسيطة غير نزيل في المفاوضات مع العدو الصهيوني. إذن العودة إلى دائرة المفاوضات يعني عودة إلى الفشل التفاوضي من جديد، والوقت الفلسطيني من دم ومن قهر ومن استيطان ولا يتحمل مزيدا من الوقت. ما نحتاجه اليوم هو وحدة فلسطينية وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، إيجاد استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة هذا القرار الأمريكي بحق القدس، ومواجهة الإجراءات الصهيونية المتخذة تبعا لهذه القرارات الأمريكية الظالمة من خلال ضم الضفة الغربية وقانون إعدام الأسرى وبناء مئات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة وفي مدينة القدس. أيضا لابد أن يتم سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الكيان الصهيوني المجرم، حتى نستطيع أن نقول بأن هناك وحدة موقف فلسطيني ووحدة مشروع فلسطيني.